مساء الخير أعزائنا المشاهدين، رجعنا وياكم مرة جديدة بدورة جديدة من برنامج خيوط الخير. قبل رمضان استمرينا لمدة 30 يوم خلال شهر رمضان الفضيل برنامج، طبعا البرنامج نفسه تحت عنوان خيط وخير، مستمرين وياكم بالدورة الثانية، لكن تغير اسم البرنامج إلى برنامج خيوط الخير. لكن هذا لا يعني أنه البرنامج كمضمون تغير، نفس المضمون ويانا راح يكون ويانا عوائل. معيلها الوحيد هو امرأة، الامرأة تمتهن مهنة الخياطة وهي المعيل الوحيد لعائلتها، تمتهن هاي المهنة حتى تقدر توفر أهلها، الأطفالها، أو من يعني من هي مسؤولة عن رعايتهم، توفر لهم لقمة العيش الهنية اللي تقدر توفر لهم أيضا بيها المستقبل وكل ما يحتاجون إليه. راح نستمر وياكم أيضا في الدورة الثانية وندور على عوائل تحتاج إلى من يوقف وياها ويقدم لها المساعدة حتى تبدي مشروعها الصغير وهو مشروع الخياطة. خليكم ويانا نتابع تقارير اليوم. العائلة الأولى هي عائلة أم عباس ويانا من البصرة. أم عباس عايشة في بيت صغير يتكون من غرفة واحدة، والإيجار طبعا دائما يكون مكلف حوالي 150 ألف شهريا. تحت عاتقها 7 أطفال، منهم 6 أطفالها وطفل يكون ابن زوجها. زوجها اختفى، طلع من البيت وما رجع، صار له 7 أشهر ولحد الآن هو مفقود، ما تعرف مصيره إن كان عايش أو ميت، أو يعني ما نعرف هل هو ترك البيت يعني بإرادته أو غصبا عنه. أيضا باعت، طبعا بعد ما زوجها تركها وأصبح على عاتقها 6 أطفال وتقريبا 7 أطفال، اضطرت إلى أنها تبيع جميع أغراض البيت، من ضمنهم كانت ماكينة الخياطة اللي هي تشتغل عليها وتعيل أطفالها، فأصبحت بلا ماكينة لذلك توقف شغلها. خلينا نتابع التقرير سوا. ساكنة بمدينة البصرة بمنطقة الساعي، قاعدة ببيت حواسم، إيجار غرفة واحدة إيجارها 150 ألف، وعندي 7 أطفال، 6 من عندي والسابع من ابن زوجي. وزوجي يعني من قبل 7 أشهر طلع من عندنا، ما أدري يعني ما أعرف عنه أي شيء. ناس تقول تزوج وطلع، ناس تقول يعني تحكي لي ظروف الله، ظروف ما اعرف عنها لحد الان، هاي 7 اشهر ما اعرف عنها اي شيء، وخلى هالمسؤوليه كلها عندي 7 اطفال. ويوم من الايام كنت انا خياطه يعني، والظروف شويه صعبه اللي خلتني ابيع غراض البيت كلها ومن ضمنها ادوات الخياطه، واتمنى يوم من الايام ارجع لهذا هذا العمل في سبيل الناس اللي الخيره اللي كان تساعدني تدفع عني الايجار، أقوم أنا بدفع الإيجار. كما شفنا أعزائنا المشاهدين حالة أم عباس، الحالة أصبحت صعبة بعد أن فقدت زوجها أو أصبح في عداد المفقودين. نتمنى أنه يكون موجود، نتمنى أنه يعني لو يرجع الأهل بالسلامة وما يكون صابة أي مكروه بإذن الله. أيضا مثل ما شفنا هي كانت خياطة، لكن اللي صار إنها بسبب إنها اضطرت إنها تبيع أغراض، بعض من أغراض البيت حتى تقدر توفر المال اللي تستطيع من خلاله توفر احتياجات أطفالها، فكانت أدوات الخياطة والماكينة من ضمن الغراض اللي باعتهم. خلينا نروح سوا ونرجع ونشوف تقرير تسليم المشروع. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج خيوط الخير. احنا هنا اليوم موجودين في منطقه الساعي، هذا الجزء اللي موجودين به هو الجزء التجاوز اللي ساكنه به عدد من الناس اللي ما عندهم بيوت خطيه. طبعا منظر ماساوي في هذه المنطقه، وكانه احنا ما موجودين اصلا لا بالعراق ولا بالبصره. هاي ام الخير، السلام عليكم، الله يساعدك شويه.
تعال شو شاردتي؟ شلونك؟ هلا مرحبا. جايه من السوق؟ اي والله. علاقتك من هاي الاثريه؟ اي بعد تعال شو اسوي معلم؟ بيتكم سجاد وين يصيرون هنا؟ والله ما قدام. قدام لو منها قالوا. اي منها هذه. انت شو غيرت الدليل هم انت؟ منطقتنا غير هنا احنا. اي غيرت الدليل شو منها ومنها قلتي؟ لا احنا بيتنا منها اقول لك بس هي مسجاد منها. مسجاد منها قوى ان شاء الله رحم الله والدك. السلام عليكم. يلا خلي نشوف بيت مسجاد. و نتحضر الى شوفتها. الله يسعدك. شلونك؟ وين امك؟ ام بدكان. انت شو اسمك انت؟ رسل. رسل وانت تعاي؟ هدى. انت اسمك هدى؟ هدى. واخوانك وين؟ راح ويا امي. شي تلعب؟ شفتهم بالشارع تلقوني بشريك؟ وين الدكان قريب او بعيد؟ هذا هنا. يلا تعاي تعاي انت وياها انت وياها تعاي تعاي دلينا. بيتكم بيه حاجة بقلوت قفليني؟ لا السقف مفتوح. ما عليه هو شنو بيه البيت؟ بس السقف والبنكه. يلا يلا تعالوا تعالوا. قريب او بعيد من هنا؟ يلا. وين هاي امك؟ السلام عليكم. السلام. ام سجاد الله يسعدك. شلون صحة؟ الله يخليك. شو تقول ام سجاد؟ شو تقول ام عباس؟ انا ابني الصغير سجاد، انا ابني الكبير عباس. ام عباس يعني. الله يسعدك. هلا مرحبا بك. ما شاء الله. انت يوم جات تسوقي من الدكان؟ اي جالس اسوق من الدكان. ام الدكان وين الله يسعدك؟ هلا مرحبا. قواش الله. شلونك؟ شلون ام عباس وياك؟ والله زين الحمد لله. اليوم ايش خذيت ما خذيت؟ والله هي هيك على قد حالها تاخذ ما عتها. انتم مساعدونها؟ اي والله نساعدها كل احنا جيرانها. اوكي شكرا لك ام عباس. بما انه حبايبك شمش موجودين. شلونك؟ عافيه عافيه. اليوم اجينا احنا طبعا برنامج خيوط الخير، شفتي برنامج خيوط الخير كان اسمه برمضان، واليوم اجينا احنا بهذا البرنامج. اليوم راح تروحون ويانا للسوق. قبل هسه قبل انت يوم سواقك ها راح تروحون ويانا للسوق، راح نشوف ايش ماكينه وراح نشوف لك خيوط، قصدي قماش مو خيوط، هي مجموعه خيوط زين، وراح نجهزك بجميع مستلزمات الخياطه. انت مو قلتي اتمنى ترجع عندي مكتب الخياطه؟ ان شاء الله ان شاء الله تتمنى، وان شاء الله بخيركم وخير الشرقيه يرجع علي الخير ان شاء الله. تدللين. يلا حاضره؟ حاضر. يلا مشيني. في مال لا في مال لا هلا بيك. يلا تعالوا تعالوا. بس احنا موجودين حاليا سوق الجمله بالعشار بالبصره، وهنا اكثر من محل لبيع الجمله والاقماش. احنا راح ندخل الى احد المحلات، طبعا هذا المحل اللي متعاونين اياه دائما اللي نشتري من عنده ونسوق من عنده اقماشنا، هو عنده انواع مختلفه. انت راح تدخلين تختارين اللي عجبك، شوفي شنو اللي انت المنطقه تحتاج، نوع الاقماش اللي اكثر رواجا، وتاخذين معك. شو تقولين؟ ان شاء الله. شلونك؟ زين. هذا مربوط لنا عزيز. يلا مع عباس خلينا ندخل. يا الله يا الله. السلام عليكم. السلام. عبد الخالق الله يساعدك. شلون الصحة؟ عوف القلم والورقة. تعال يمي هنا. شلونك عيني؟ أحوالك؟ هلا بيك. أم عباس واحدة من المستفيدات ضمن برنامج خيط وخير، لكن اسمه الجديد إن شاء الله خيوط الخير اللي يبث من على قناة الشرقية، واحدة من المستفيدات في هذا البرنامج. أم عباس هنا عندك محل يبيع القماش وبالجملة. أم عباس مو خياطة مبتدئة وإنما هي خياطة متمرسة، لكن الوقت خلاها تبيع ماكينتها. نريد الأقمشة الرائجة هسه. ان شاء الله سهله ام عباس بخدمتها احنا وبخدمه قناه الشرقيه. الرائج هو هسه الاقمشه الكشمير الحديثه، زهره الخليج عندنا، عندنا زهره الخليج مقرنص، عندنا رايون كشمير. هذا الرايون؟ وهذا الرايون، وعندنا هذا التركي. نعم. التركي هم تجي به نقشات، ثمان نقشات، التركي الثقيل. وعندنا نعم. تقدر تلون هي بالهمايون، تاخذ شراشف همايون. نعم. تاخذ ابيض جايها موسم مدارس. مين يعرف ايش نريد احنا همين؟ جايها موسم مدارس، تاخذ ابيض للقمصان مال المدارس تستعملها. حتى قماش ازرق مال صدريات الخياط؟ إيه لا أكو. العالم هسه بالوقت الحاضر تتجه للجاهز. نعم. السدريه لان ما تلحق الخياطات بسبب الظروف الكهرباء. فتاخذ بس القميص لان خياطه سريع يصير. اوكي ام عباس شنو انت بالمنطقه مالتكم؟ انت منطقه ما شاء الله فقيره تعبانه جدا، شنو الرائج؟ شنو يطلبون امهات البيوت اللي مش جوارين مش حبايبي؟ شو يطلبون؟ ازيش يعني القلابيه. القلابيه. شنو القماش اللي اخذ شيء سوينا؟ يعني هذا الكشمير ازيش. الكشمير. إيه؟ الوان معينه لو اي الوان؟ صارخه فاتحه؟ ازيش شيء صارخه. صارخه. نعم. احب انا صارخ كون تلالي من بعيد تطلع. شو تقولين؟ اي صحيح. اوكي، بعد شنو تحتاجين غير هاي غير القلابيات؟ عندك لون الابيض هذا مالت مال المدارس. نعم. الشراشف شنو عندك شراشف؟ عندنا شراشف، عندنا التركي. نعم. هذا الكريشه يسمونه. بلش طلعنا اياه.
ايه استاذ عمار. نعم. هذا التركي الثقيل. ايه. مقدف. هذا مال شنو؟ هذا مال شراشف. قماشه ثقيله يسموها. نعم. واكو قماشه كريشه عندنا خفيفه، كل العرض مالته مترتين وخمسة وعشرين. مطلوبه عندكم الشراشف في المنطقه مال البردات؟ انتم يعني احياء فقيره. نعم. البردات مطلوبه بالخيار مو؟ اي يعني بردات مثل شراشف مال. ايه. فرشات يعني مال شرباي. ايه. نعم. احنا استاذ عبد الخالق نقول لك الفصال ماله ايش قد راح يصير. ايه. يصير الفصال مالته كل شرشف مترتين ونص والمخده مالته. واذا اي المناشي مختلفه، شو المناشي؟ المناشي عندنا تركي وعندنا صيني وعندنا باكستاني. ثلاث مناشي. احنا شو نريد من عندك استاذ عبد الخالق؟ انت المحطه الاولى اليوم ويانا بسوق ام عباس ويانا موجوده، احنا راح نروح الى محطه اخرى اللي هي ماكينه. شو نريد من عندك؟ نريد واحد 24 روح 25 هاي عندنا 25 طول مشكل اللي قلناهن، ما بين الكشمير، ما بين الهمايون، ما بين مال قمصان، مال المدارس، ما بين الشراشف، نوع لنا في التشكيله تخبل ان شاء الله. بخدمتكم خدمه ابو عباس. ابو عباس تقولين فرحانه مو فرحانه؟ لا طبعا شو تشلش متلوها راح تجي من يمنا هديه. لا. هاي تجيك المساطر هاي هذه شايف تعلمين بها الخياطه. هاي تعلم الخياطه. آه. احنا ان شاء الله كرم سعد البزاز من خيره. هذا ان شاء الله ما تقصرون، انتم ما تقصرون. هاي على مود شنو تخربين بيها براحتك ان شاء الله. ليش ما تخربين بالقماش؟ لا انت ما تفصليها كل قطعه تجي عندك، هذا بي خمس قطع، كل قطعه تصير عندك دجاجه كامله نسائيه. بس انت يعني من تتعلمين بيها حاولي تجيبينها ضبطينها بالدجاجه. شكرا لك. خل نروح للماكينه. يلا بشير. شكرا عبد الخالق. تعال عيني ام عباس. يا الله السلام عليكم استاذ العزيز، الله يساعدك. شلون صحة احوالك؟ نعرف ام عباس. تعال عيني ام عباس هنا. ام عباس وحده من المستفيدات في برنامج خيوط الخير. احنا خيوط الخير خذينا عندك ما شاء الله مكاين. جرفتك حلوه الله يخليك. بالعاميه نقولها الله يخليك. شو تقول؟ والاخ هنا أنا صاحب محل بيع مكان الخياطه، خابرناك استاذ اسعد امس. نعم. وحاولنا من عندك انه تنصحنا على ماكينه زينه، فقلت لنا اكو ماكينه نوعيه جيده. بس تعال يمي خلي نشوفها. نعم عندي هذه الماكينه، اعتبرها للخياطين الاختصاص يعني اللي متمرسين بالخياطه. يعني الخياط قصدك ابو محل ابو معمل؟ ابو محل او معمل. يعني ما تفيدها؟ لا بالنسبه للمره عندي هذه تصير خفيفه عليها. نعم. وحلوه وناسكه وقطع غيارها متوفره، وتقدر هي يعني اذا صار بها عطلات بسيطه هي تسويها من يمها. نعم انا استاذ اسعد اشوف هاي انزك اللي هي الجيمسي. هذا الجيمسي. نعم. الجيمسي لا هذا يصير كل الصعب، هذا طراز صناعي. آه. هذا يراد له خبره بالتطريز. نعم. يعني انت من هي تريد هي مثلا هي ام عباس. ام عباس انت مو جدا متمرسه. لا ومتمرسة. يعني مو بس يعني هي خياطه بيت اولا وتتخيط لابناء المنطقه، تعرف انه عندهم ديزاين واحد. نعم. من شاديش مو تقول انه ما شاء الله. بالمستقبل انت ان شاء الله اذا صرتي سباعيه ومره زينه بامكانك تبدلين هاي بالاحسن عندما صرت خبرتك تاخذها داخل طراز. نعم. اذا تمرست بالخياطه، بس حاليا هي كمبتدئه هذا اسهل موديل بالنسبه للمراه. اوكي اللي تو باديه بالخياطه وقطع غيارها متوفره بكل يعني المحلات او المناطق. توكل على الاستاذ اسعد وجهزني. جهز شايفه كل الخير. اشكرك برو. شو اعطيك سهوله هنا انا ام عباس جهزنا كل الاغراض. هذه سياره بيك اب هنا تم دفع اجرتها. الولد احمد وثامر هؤلاء ويانا من كادرنا راح يكونون وياك وراح يساعدونك توصلون لبيتك ان شاء الله وتحطين غراضك. احنا عندنا طلب واحد من عندك، راح نزورك ان شاء الله في يوم اخر. هم نشوف شغلك زين وهم نشرب شاي يمك. يا اهلا وسهلا. شاي ابو الهيل ها؟ ان شاء الله. اوكي وهم راح شو تسوي؟ راح نطلب من عندك انه تسوي لنا قطعه قماش. نعم. تخيطينها على مرامج ان شاء الله بالموديل اللي تريدينه. راح ناخذه نخليه عندنا، راح نلبسه وين؟ في ملكان موجود عندنا وين؟ بالاستوديو. راح يكون بصمه الك لان على مود اسوي لك اعلان. شو تقولين؟ شو تقولين عباستي؟ والله انا اشكر قناه الشرقيه على هذا وردة. المشروع يعني اتمنى لها الرزق والخير بعد اكثر واكثر ان شاء الله. ان شاء الله وردة. يلا شباب توكلوا ويا ام عباس. يلا سايق للورد وصلها وصلها. يلا في مال الله. الله ياكم.
تابعنا سويا تقرير أم عباس وشفنا أيضا تقرير تسليم المشروع ويا أم عباس، لكن للأسف ما قدرنا نحصلها وعلى نقدر نسولف وياها ونحكي، وأني من يمني أقول لها ألف مبروك عليك المشروع. الماكينة هي أعتقد هي نفس المكان البراذر اللي توزعت اللي باقي المشتركات، بالتالي يعني مثل ما تعرفون هي الماكينة براذر هي من النوعية اللي أغلب المشتركات يفضلوها، لأنه الماكينة يعني هي ماكينة خفيفة عملية بنفس الوقت تخيط لهم أغلب أنواع الأقمشة ما تتعب بيها. واني من يمي أقول لها إن شاء الله مشروع خير وبركة عليك وعلى أطفالك، ويكون يعني فاتحة خير إن شاء الله تسترزقين منها وتعيشين أطفالك إن شاء الله وتوفري لهم كل اللي يحتاجوا. ننتقل للتقرير الثاني، ويانا راح يكون من بغداد من منطقة السويب أم محمد. أم محمد هي لثلاث سنوات خياطة، طبعا بدأت تتعلم الخياطة بعد انفصالها من زوجها بعد زواج دام لمدة 4 سنوات. عندها طفل واحد وهي حاليا تعيش مع عائلتها، بالتالي على عاتقها أيضا طفلها الوحيد اللي تحاول تربيه، أيضا هو عمره 3 سنوات. تعلمت الخياطة بعد انفصالها عن زوجها، يعني هي تعلمت من دون ما أحد يعلمها، فقط جابت مجلات تعليم الخياطة وبدأت شوية شوية تتعلم على ملابس الأطفال حتى صارت تخيط ملابس نسائية. خلينا نتابع تقرير زميلتنا هند الحربي. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة نوجهها لكم من خلال شاشة الشرقية وبرنامج خيوط الخير. طبعا برنامج خيوط الخير نفسه برنامج خيوط الخير اللي انتم شاهدتوه من خلال الشرقية خلال شهر رمضان الماضي، بس احنا استمرنا به وبعدنا نبحث عن الخياطات، واليوم خياطتنا من منطقة اسمها السويب، منطقة زراعية جميلة جدا. منطقة السويب على اطراف بغداد مثل ما تشوفون، يعني كلها زرع وخضار وجو نقي جميل جدا. وخياطتنا اليوم ام محمد تنتظرنا. خلونا نتعرف على خياطتنا اليوم برنامج خيوط الخير. السلام عليكم. مرحبا، تعالوا شوي يمي، شلونكم؟ هذا بيت ام محمد؟ جوا موجوده؟ صحيح. زين خلينا نفوت نشوفها انا وياك. يلا شنو تصير منك ام محمد؟ عمك هي موجوده مو؟ السلام عليكم. مرحبا، شلونك ام محمد؟ ما شاء الله، شلون بنوتات عندكم؟ شلونك؟ سلام يا شايسه، شلونك؟ احنا على اتصال وعلى موعدنا، ان شاء الله ما تاخر. لا ان شاء الله ما تاخرت. تفضلي. مشاهدينا طبعا احنا هسه داخل بيت ام محمد منطقه السويب مثل ما اني ذكرت، وتعرفنا بأم محمد، عندنا موعد وياها وجيناها على الموعد وحبينا اليوم نتعرف عليها من خلال برنامج خيوط الخير. أم محمد طبعا نشكرك على حسن استقبالك لنا، ونحب تعرفينا بنفسك بالبداية. أنا أم محمد خياطة، صار لي 3 سنوات أخيط، منفصلة عن زوجي، عندي طفل واحد، ساكنة ويا أهلي. شنو اسمها منطقتكم؟ السويب. أم محمد أنت صار 4 سنوات منفصلة عن زوجك، عندك طفل واحد؟ أي عندي طفل واحد. شو عمره؟ 3 سنوات. طيب أم محمد سولفي لي، صار لك كم سنة تخيطين؟ صار 3 سنوات. هم 3 سنوات؟ إيه صح. يعني ورا ما انفصلتي تعلمتي الخياطة؟ إيه ورا ما انفصلت من زوجي تعلمت الخياطة. طيب سولفي لي، شلون تعلمتي الخياطة؟ شلون معيشتك الماكينة هسه؟ شلون شغلك؟ شنو اللي تخيطي؟ سولفي لي شوية على الخياطة. والله تعلمت يعني بالمجلات شوي شوي ملابس مال اطفال، وبعدين لا عادين شوي شوي يعني البنات قاموا يستقبلن خياطه مالتي مال اطفال، وبعدين لا قمت مال الكبار. وعايشه انت من هذه الماكينه؟ لا الحمد لله والشكر، عايشه انا وطفلي من عندها. طيب يعني دائما نشوف، يعني احنا نسال حسب المنطقه، هو الاقبال على الخياطه حسب المنطقه اللي هي تسكنها. هنا منطقتكم الاقبال على الخياطه زين، لو هم الناس تفضل تجهز اكثر؟ لا يعني الحمد لله انا اشوف نفسي، لا الحمد لله والشكر، يعني خاصه فتره العيد لا الحمد لله والشكر كل زين. يعني
يعني بالمواسم اي اي بالمواسم الاعياد كل زين يعني الخياطه. هذه الماكينه هي اول ماكينه تعلمتي عليها وبعدها لي هسه عندك؟ اي هي هاي اول ماكينه واهلي ساعدوني بيها يعني لان انا كان ظروفي كلها صعبه فيعني والدي وقف وياي هو والدتي واخوتي ما قصروا كل وقفوا وياي ساعدوني لما شافوني يعني شوي شوي قمت اتعلم بالخياطه اشتروا لي اياها. اشتروا لك اياها؟ اي اشتروا لي هاي الماكينه. يعني انت من تعلمتي ما كانت عندك؟ لا لا ما كانت عندي، كانت هي اخيط بايدي. ها تخيطي بايدي؟ اي بالبدايه اخيط بايدي وبعدين لما شافوني يعني شوي شوي صارت خياطتي احسن لا اشتروا لي هاي الماكينه. طيب على هالحسبة انت شنو انطيتيهم مقابل ماكينة؟ خيطتي لهم بردات شراشف سويتي؟ خيطتي لهم اياها البردات والشراشف. هاي هذه خياطة؟ اي هي هاي. يعني انت نقدر نقول عليك خياطة شاملة، خياطة نسائية وتخيط الاطفال وايضا الشراشف والستائر وهذه كلها الامور. اي اخيطهن عادي اي شيء يجيني اخيطه. طيب انت شلون تشوفين شغل الخياطه بالفتره الاخيره بصوره عامه مو بس منطقتكم؟ يعني بعد ما نزل التركي والصيني وكل هذه الامور موجوده بالسوق، شلون تشوفين الخياطه هسه؟ والله كل زينه يعني الخياطه. يعني ما اثر عليك؟ لا لا ما اثرت. زينه يعني عادي انا اشوف يعني معاملي هواي يجيب لي خياطه واخيط. بالعكس الحمد لله انا وخياطي. طيب الله يرزقك ان شاء الله. انت شفتي برنامجنا؟ كان اسمه خيط وخير برمضان وهسه اسمه خيوط الخير. اي شفته دائما اتابعه. انت تتوقعين راح نجيش في اليوم؟ والله دائما يعني من ابو علي اقول يا ربي بلكي تيجوني لان اي ماكينتي كلش تعبانه، انا من اخذتها هي تعبانه وبعدين يعني صار لها 3 سنوات انا اشتغل عليها كلش تعبت، يعني بين فتره وفتره موديتها للمصلح. يعني مأذيتش الماكينه؟ اي والله فدنا ومأذيتني كلش. زين احنا اليوم جينا بس ما جبنا لك لا ماكينه وكل شيء ما جبناش بس زين نشوف الشغل. هلا بيكم، هي بس شافتكم كافي. لا انت تردين الماكينه؟ لا عادي. اكيد هو البرنامج وين يعني صار اسمه خيوط الخير. خيوط الخير دائما يعني نقول ممتده من بغداد البصره الموصل بكل محافظات العراق، وام محمد اكيد لها نصيب ويانا بهذا البرنامج اليوم، واكيد احنا جبنا لها الماكينه وكل لوازمها والقماش ومستلزمات الخياطه كامله. ان شاء الله يا ربي نقول لك بالعافيه وتتهنين بيهم ان شاء الله، وان شاء الله ترسكين على الماكينه اللي قدمتها اللي حتقدمها لك الشرقيه، وهم انت تخلصين من هذه الماكينه ما انه هي مأذيتش. شكرا اشكرك جزيل الشكر، اشكر سعد البزاز على هاي المساهمه. ام محمد هذه كل مستلزمات الخياطه والماكينه والمكوم الاوتي مالتش حيكون موجود هنا ان شاء الله، وهذا الميز اللي تكوين عليه، وان شاء الله يا ربي ما نسينا شيء. وهذه ماكينتك نقول لك الف عافيه عليك وتستاهليها، تقدمت لك من قناه الشرقيه. اسمك اشكركم جزيل الشكر، وهاي الماكينه كل زينه والله كنت اتمناها يعني كل زينه. بعد ما جربتيها؟ لا يعني مو انا سأله عليها. بس هذه يعني تدري ما كانت عندي ماده انا كلش كافيه يعني، هم اهلي هم يعني حالتهم ضعيفه ما كانت عندي يعني ماده حتى اقدر اشتريها. لا هذا رزقك شو رزق ابنك محمد، ومحمد وين احنا ما شفناه، كنا نتمنى انه محمد يحضر ويانا. محمد نايم. اوكي البنوتات هنا يفتحوا لنا الكرتون نشوف شنو بيه. ام محمد هذه الماكينه احنا راح نستمر وياك ونعرف اخبارك ونشوف اذا الماكينه هذه عانتك على الخياطه او لا، ونشوف ان شاء الله يا ربي نسمع عنك اخبار طيبه انه انت رزقتي وصار عليك اقبال اكثر، لان هذه الماكينه سريعه اسرع من الماكينه اللي عندك، فممكن ان هي تساعدك انه انت تشتغلين اسرع يعني يصير عندك الانجاز اسرع للزبائن اللي يجوك. اشكرك. حابين تشوفين شنو موجود بالكرتون ويا البنات؟ يعني البنات هسه يطلع عنهن. هذه كل المستلزمات اللي تحتاجها، بالذات انت قلتي انت يعني تشتغلين تخيطين دشاديش هوايه. فان شاء الله هذه يعني تساعدك العده كلها. خليها هنا. ام محمد يعني اهم مفكره انه انت تطورين نفسك اكثر، يكون لك محل خاص بيش، لا تبقين تشتغلين بس من البيت. لا طبعا هي كل واحد يتمنى هو يطور نفسه، بس هي قلت لك يعني احنا ظروفنا كلها صعبه ما تساعدني يعني اطور نفسي ومحل وهاي. يعني هنا وعاشه ويا اهلي. عاشه ويا اهلي. ربي يحفظ لك الاهل ان شاء الله. وقولي لي شو راح تسوين بالماكينه القديمه؟
طبعا لو انطيها لوحده فقيره. أي. حلو. أي. يعني من فكره تبيعيها تنطيها؟ لا لا انطيها لوحده فقيره. ام محمد، ما انه انت يعني مفكره انه انت تساعدين اصلا الفقراء، فان شاء الله ربي ينطيك ورزقك على قد الطيبه اللي بداخلك، وان شاء الله تفرحين بمحمد اللي ما شفناه. الله يسلمك. الله يسلمك. هذه كل المستلزمات الخياطه ام محمد، تقدرين تشوفيها موجوده داخل الباكيت هذا. عادي عادي عادي، كلش عادي. ام محمد، احنا نقول لك ان شاء الله نلتقيك من خلال شاشة الشرقية، وتكونين بحال افضل، وتكونين تخيطين على هذه الماكينة، ويصير عندك زبائن اكثر، وان شاء الله يا ربي تنعرفين اكثر من خلال برنامج خيوط الخير. بس اريد من الشغلة واحدة، انه الكاميرا الك، تعرفين نفسك مرة ثانية وتقولين انه انت ساكنة هنا وهذا عنوانك، حتى الناس تجيش وتعرفك وتجي تخيط يمك. انا ام محمد، ساكنة منطقة السويب، خياطة، صار لي أشتغل على هاي الماكينة صار 3 سنوات. منطقتنا منطقة السويب، اسمها منطقة السويب. كلها حي ولا زقاق، منطقة السويب وأم محمد. إن شاء الله يا ربي الناس كلها تعرفك ويزدهر عملك إن شاء الله يا ربي. وما أنه أنت مثل ما ذكرنا خياطة، يعني حتى الستائر والمفروشات وملابس الأطفال أنت تخيطين. إي إي. طيب احنا الشرقية حبت تقدم لك أيضا هدية أخرى، إضافة إلى الماكينة وكل مستلزمات الخياطة، لك راتب مقدم من قناة الشرقية لمدة 3 شهور، إن شاء الله تستلمي من عندنا بزيارتنا الثانية لك. أهلا بكم. محمد، احنا نتمنى نتواصل وياك من خلال خيوط الخير، ويا ربي بالعافية عليك الماكينة والراتب، وإن شاء الله كل الرزق والصحة والعافية لك ولابنك. الله يعافيك وشكرك. شكرا لك. مشاهدينا، هذه كانت يانا أم محمد من منطقة السويب في بغداد. نلتقيكم إن شاء الله برنامج خيوط الخير بحلقة جديدة، انتظرونا. شفنا حالة أم محمد، وشفنا شلون أنه فرحتها كانت حلوة باستلام هالماكينة. إن شاء الله الماكينة تتعلم بها أكثر وأكثر، تزيد خبرتها بالخياطة وتطورها. إحنا نعرف أنه يمكن بغداد تختلف عن باقي المحافظات، أنه النساء مو بس يحبون القلابيات، يجوز منهم اللي تحب التنورة، هم القميص، وتقدر هي تشكل يعني للشابات اللي مثلها. وإن شاء الله يا رب مشروع خير وبركة يكون عليها وعلى طفلها، وتكبره من هذا المشروع وتوفر له جميع احتياجاته. راح ننتقل للعائلة الأخيرة، والتقرير الأخير ويانا حيكون من محافظة واسط من الكوت، ويانا أم فريد من قضاء النعمانية، على عاتقها 21 شخص يعيشون في بيت واحد، هي مسؤولة عنها ما بين بناتها، أبنائها، وأيضا أحفادها. وأيضا حنشوف بالتقرير أنه حتى زوجة أخوها عايشة وياها بنفس البيت، وهي المتكفلة برعايتهم عن طريق مكينة الخياطة، اللي يوم تشتغل وعشرة ما تشتغل، ودائما يجوها خلنا نقول المعاميل اللي يريدون يخيطون عندها، يشوفون المكينة قديمة، يشوفون انه هي ما تقدر قامت تشتغل على المكينة، فأغلب زبائنها قاموا يعوفوها ويروحون. من 15 سنة خياطة، ومن 15 سنة مكينتها كانت صديقتها الوحيدة اللي تشاركها أحزانها وتشاركها تعبها اليومي على هاي المكينة. زارها زميلنا سلام وحضر لنا هذا التقرير اللي راح نتابعه سوا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الشرقيه، مشاهدي برنامج خيط وخير. احنا اليوم وياكم في مدينه الكوت، ومن امام قبر المتنبي في قضاء النعمانيه، راح نكون في زياره الخياطه ام فريد. اعزائي المشاهدين، طبعا ومن ضمن اللي رحبوا بينا من اهل النعمانيه نال اعزاز الحلوين، تحب تقول؟ والله نشكر الشرقيه ونشكر الدكتور سعد البزاز على هاي المساعده. الله يخليك. زين انت قبل ما ننزل من السياره قلت احنا ما نتوقع الشرقيه تجي القضاء النعماني. اي يعني تفاجئنا بهاي الجايه الحلوه. نعم. ترجمة
بعد ما رحبوا بينا الزغار الحلوين، احنا اليوم راح ندخل على الخياطة ام فريد ونتعرف على احوالها. خليكم ويانا. السلام عليكم. شلونك ام فريد؟ فريد طبعا تعبنا لما اجينا صراحة. الله يسعدك. 50 كيلو متر شمال الكوت. طال عمرك. وكل اجينا لخاطر عيونك الحلوة. الله يسلم عيونك بعد قلبي يعطيك العافية طول عمرك. ولو الوقت هو متأخر، الشرقية وجهت كادر الخيط وخير بحيث اليوم احنا نزورك ونهيئ لك المواد اللي انت طلبتيها. يعطيكم العافية طول عمركم، ونشكر الشرقية ونشكر سعد البزاز على هالمبادرة. الجولة ايه خليه. تفضل عين. شلون اوضاعك يا فريد؟ والله الحمد لله على الله ماشية. شو السبب؟ توقعين بين اليوم الشرقية تجيك؟ لا والله ما توقعت. والله ما توقعت. بعد شو وقت الزيارة؟ ها؟ شلون الزيارة؟ لا الحمد لله. وش مفاجأة؟ مفاجأة حلوة كلش حلوة والله، فاجأتوني بيها. يلا فريد نستطلع وياك البيت. اهلا وسهلا، هلا بكم، تفضلوا عيني. شلون شغلك؟ شلون تخلطين؟ الحمد لله والشكر. احنا بين ما نسولف انا وياك. اي الحمد لله. احنا نريد نبشرك نقول لك بين اداره الشرقيه استجابت وراح تتكلف بكلفه المشروع بكل الادوات مالت الخياطه. يعطيك العافيه ويعطيك العافيه السعد البزاز والكادر الشرقيه كلها، ويطول اعماركم ويوفقكم الله. الله يسلمك. الماكينة القديمة إن شاء الله اليوم تدعيها بعد؟ أودعها وسبع حجارات أشمر وراها. لو تخليها تمثال تمثال. أي أخليها تمثال. أخليها تمثال أتذكر أيامها والله. هسه حجية خلينا ندخل نشوف شلون دخلوك الغراض حتى تتعرفين على المواد اللي جبنا لك إياها. هذه البشارة اللي الشرقية بشرتك بيها. هذه البشارة وهذه المواد. الله على محمد. اشكر الشرقيه طول اعماركم يعطيكم العافيه. طبعا هذه الماكينه برادر عملي صناعي يعني درجه اولى. والديكم رحم الله والديكم ومشكورين على هاي الجيه الحلوه، مشكورين. يعطيكم العافيه رحم الله والديكم. اي والله يعطيكم العافيه، احنا هم عيال برقبتها وهي معيشتنا واحنا عيال كل كبيره والله. انا هم مرت اخويا وانا قاعده يمهم هم مره ما عدي. قد قلتي لي 21 لو 20؟ 21 نفر. 21 فريقين طوبه. اي فريقين طوبه. والله نشكر سعد البزاز على هاي الفرحه الحلوه الكبيره. والله العظيم ما صدقت انا يعني هيك اوصل لهاي. أنا الخياطة أم فريد محافظة واسط قضاء النعمانية. نعم. شارع 13 قرب سيد قاسم شبر. نعم. أخيط بسعر مناسب للأيتام. تعالوا يا زباني. تعالوا يا حبايبي. من العراب للولاية. نعم. تعالوا خيطوا يمي وبيكم خير والدليلي بسعر مناسب. الله. احنا طبعا أعزائي المشاهدين المناشدة صارت أم فريد مناشدة كلش قوية بشكل. حضرت الى مكتب الشرقيه اكثر من مره ومرتين. أيوة. ثلاثه اربعه. أيوة. والحمد لله والشكر الحمد لله. اداره الشكر. القناه استجابت ليك ويسلمون عليك ويقولوا لك بيك خير وبشري. رحم الله والديك. اهم شيء تعيشين العوائل عندك. رحم الله والديكم ان شاء الله على عيني وراسي. دلد. حتى الايتام اخيط لها بلاش. احنا نريد يعني كلكم تحذوا حذو الشرقيه. الحمد لله والشكر. عينكم على الفقراء على اليتامى. ان شاء الله انا قلبي رحوم كلش قلبي رحوم. استحنا فريد بعد راح نروح عنك. اهلا وسهلا. بس الرحله وياك تبقى ان شاء الله مستمره. ان شاء الله. كل اسبوع نجيك كل شهر راح نروح. ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. ونشوف هم خياطك ها؟ اي الحمد لله والشكر خياط باهر. اي ان شاء الله يسلمك. الله يسلمك بعد قلبي الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أعزائنا المشاهدين شفنا سويا قصة أم كان ويانا أم فريد من الكوت، وطبعا تسليم المشروع كان جدا جميل. مثل ما شفنا كان أكو لقطة من ضمنها كان فاصل أو إعلان برنامج خيوط الخير اللي كان بنفس الوقت بالصدفة دا يعرض على شاشة التلفزيون. طبعا أنا أكون سعيدة جدا بهذا الإعلان لأنه يعني ما أدري يمكن لأنه بهاي الحالة أنا أعرف أنه دا يتابعون
القناة، وأيضا واصل الكل بيت صوت قناة الشرقية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نقدر نوصل الكل بيت وندخل فرحتنا الكل بيت. أنا سعيدة جدا أنه رجعنا من جديد حتى ننشر خيوط الخير ونطرز بيها جميع مدن ومحافظات العراق بخيوط الخير والعافية، وإن شاء الله راح ألتقي وياكم الأسبوع الجاي على نفس الموعد. كونوا ويانا يوم الأربعاء المقبل الساعة 9 بتوقيت بغداد حتى نلاقي عوائل جديدة نلتقي بيهم ونقدم لهم خيوط الخير، نقدم لهم ماكينة جديدة، وتكون ويانا أيضا نساء عاملات راح نوقف وياها ونشد على إيدها حتى تبدي مشروعها الصغير وهو مشروع الخياطة. فإلى ذلك الحين ألتقيكم.